صباح الخير والمحبة على كل مشاهدينا ومشاهدي قناة سامر الفضائية أينما كنتم من جنوب العراق إلى شماله. جولت اليوم في منطقة الكاظمية عن تنانير الطين. شلون يسوون تنانير الطين؟ شلون يشتغلوها؟ شلون ينفخروها؟ من يجيبون هذا الطين؟ من أي مكان؟ من أي بحر؟ المواد اللي يشتغلون بها تنانير الطين شنية؟ راح نشوف صاحب هذا المعمل ايش راح يقول لنا عن تنانير الطين وشون يشتغلون هاي التنانير. مثل ما تعرفون دائما نقول احنا خبز التنور الطين اطيب خبز. خلينا نشوف. صباح الخير. صباح الخير والعافيه. شلونك ابو ابراهيم؟ اهلا وسهلا بكم يابا. ابو ابراهيم انت هالايد ما شاء الله اللي تشتغل هاي التنانير، تنانير الطين. احكي لي مراحل عمل التنور. طبعا التنور الطين احنا بالنسبه للطين مالته نجيبه من بحر النجف، طين مالته خاص، ونقله بلوريات لهنا البغداد للكاظمية. بعد ما نقله لهنا الطين يبدي عمليات العمل عليه. بالبداية يتكسر الطين، لأن الطين ما يجي ناعم، يجي على شكل كتل، يعني شلون الجلاميد يعني. فبعد ما نكسره نذبه بالحوض. قلت نروح نذبه بالحوض. الحوض هذا تخلون هذا الطين اللي هو على شكل جلاميد مثل ما قلت. نكسره احنا نسويه ناعم يعني، وبعدين نخليه بالحوض. نروح نشوف الحوض. انياك خلينا نشوف الحوض. احنا عندنا طبعا بالمصطلح مالتنا نسميها خمره يعني. نعم هذا الحوض نسميها خمره. هذه هذا الحوض. بلي هذا بالبدايه ننظفه. نعم. ونفرشه رمل ناعم. تمام. مغربل الرمل هم نجيبه من النجف. تمام. بلي بعد ما نفرشه بالرمل هالنوب نذب الطين فرشه يعني على مستوى هالنوب، نذب مي عليه الى ان ينقع. تمام. يعني يموع. بعدين نقوم نذب، كل ما تموع مثلا وجبه نذب وجبه ثانيه الى ان يكمل الحوض. ثاني يوم نجي نذب مادة النفاش. مادة النفاش هذه طبعا هم نجيبها من هذا. وينها مادة النفاش؟ هذا من البردي نجيبها طبعا من النجف. هم نجيبها بأكياس يجيبوننا اياه. هذا مادة النفاش. هذا طلعنا يا اخي نشوف مادة النفاش. يعني باعتبار تسليح يصير للطين. تمام. لأنه الطين وحده بدون تسليح ما يتماسك. تمام. بلي. زين. بعد ما خلصت العجينه خلينا نقولها بالحوض. بلي نذب النفاش وندوسه هالنوب برجلي انا، نعجنه نطلعه هنا أنا الى ان يكمل، يعني يصير مثل هالشكل هذا. يا هو شنو يصير؟ هالشكل يعني. هذه هسه عجينه مال التنانير طين كامله، يعني هذا الطين هسه تخمرت وجهزت جاهزه بس انكم تعملون به الطين. هذا هسه يعني احنا نوب نبدي نشتغل به. من نشتغل به هنا أنا على هاي المصطبه. نعم. هنا ناخذ منه انا مثلا طين، هنا نعجنه مرحله ثانيه ونذبه على هالشكل. هذا يصير هالشكل. تمام. زين انت تقول انه هذا المراحل تصير من الطين، جبت انه طلعت الطين من الحوض وخليته هنا تخمر هنا، بعد تخليه بعدين على المصطبه، على المصطبه وتقطعه وتخليه هنا. نعجنه. تمام. مرحله ثانيه. نعم. نعجنه مرحله ثانيه ونخليه هنا. من نخليه هنا شوي على مود يرتاح الطين، يرتاح من نريد مثلا نشيل هالنوب طين ونخلي نباشر بالعمل. انواع التنانير اللي عندك اسعارهن؟ انواع التنانير يعني سعر التنور مال البيت يتراوح 35، اكو حجم صغير، اكو ب50، اكو ب70، اكو ب80 حسب الحجم. نعم. اي انه بيبدي مثلا بعد تنور البيت، اكو تنور خبازه يصيحوا له، اكو نسوان يعني يخبزن على باب الله ياخذن شويه تنور كبير اكبر من تنور البيت. هذا يتراوح سعره من ال 100 125 150 هالشكل، هذا الوسطاني يعني مال الخبازه. هالنوب بيبدي مثلا عندك تنور للمطعم او تنور للمخبز وسط، يبدي من ال 150 الى ان ينتهي بال 200 سعره حسب الحجم يعني. تمام. شلون تفخروا بعدين يبس موسم شتاء؟ احنا هسه بالنسبه هذا هسه التنور طبعا ما يبس بسهوله، بالصيف يبس بالعجل على السريع، بالشتاء يتاخر، يعني يتاخر
شهر إذا يبقى على هذا الجو شهر ما يبس. فإحنا نيبس على الغاز على البريمز الغاز ونشعل للبريمز ببسط التنور ونخلي على نار هادئة فد يوم يبس حتى التنور. شكرا جزيلا. ممنونين عيوني. أهلا وسهلا بكم. كل الهلا ومرحبا. مشاهدين الكرام هسه راح تشوفون مراحل عمل تنور الطين. ابقوا ويانا. صباح الخير. صباح الخيرات والرحمة وكل الهلا. شنو اللي عجبك بتنور الطين؟ انت شفناك هسه جيت قاعد تاخذ تنور طين واكو تنور هذا الحديد، شنو الفرق بين هذا وهذا؟ تنور الطين يعني الخبز والشوي له نكهة خاصة، خصوصا يعني العراقيين القدامى والبغداديين القدامى اكو وقع خاص ونكهه خاصه لتنور الطين. تنور الطين بعده معاني وعده رسائل، منها الاصاله، منها البساطه، منها الطيبه، منها التراث. فاحنا دائما تنور الحديد موجود وتنور الكهربائي موجود، ولكن احنا دائما نحرص انه تنور الطين يكون حاجه اساسيه حاله من حال باقي الاثاث. بنكهه خاصه اكيد اكيد، يعني اذا تستخدم الخبز او الزكف السمك او الشوي فأكيد هو طعم خاص ونكهة خاصة بتنور الطين. تمام. هسه التنور اليوم حتاخذه وين؟ المي حتاخذه اليوم؟ إن شاء الله للبيت. للبيت. قالوا لك إلا تنور طين. أكيد لا، إحنا هذا تنور الطين، البقية متوفرة بس تنور الطين لازم، وإحنا أكو بين فترة أخرى من يتلف أو من ينتهي عمره لازم نجدده. ها هيجي. إي فهذا حاجة أساسية يعني حالها من حال باقي أثاث البيت، يعني لازم إنه يوفر يعني. بالتوفيق ان شاء الله. اشكر، شكرا جزيلا، مشكور، ممنون جدا. صباح الخير. يا اهلا وسهلا. صباح الخير. شلون الصحه؟ يا مرحبا، يا هلا بكم يا رب.
سولف لنا عن تنور الطين، اقبال الناس على تنور الطين. والله تنور الطين هو من زمن يعني اجدادنا وابهاتنا، هذا تنور الطين نكهه خاصه يعني كحطب، وحتى ابسط شيء يعني هذا ريحه الحطب بالنسبه للشوي هذا يعني لذه يعني لذه طبيعيه وحقيقيه. وما كان قبل اكو تنور حديد، وهاي هسه يعني تغيرت الوضعيه. بعدهم الناس لحد هسه ياخذون تنور الطين، اقبال عليه قوي، اقبال كلش قوي يعني كلش قوي. اتصور بعمان قبل فتره شهرين ثلاثه بعمان اجى شخص صرف يعني قال هذا كله علي الفيزا والطائره والنقل، بس اريد انصب تنور عندي يعني اكل التنور خبز طين. يعني اكو فد نكهه خاصه بهذا التنور. اكيد نكهه خاصه طيبه يعني، وليس الستيل هذا الحديد هسه الموجود. نعم. بس على مود هسه حاليا هذا هالدخان اللي يقول لك الحطب قليل يعني قلت قلت اكو ناس يعني دا يستخدم الستيل، وانما هو يعني اكو ناس خاصه له يعني يجي خاص. بيتك انت شكو تنور طين او تنور هذا الحديد؟ والله حاليا ما اكذب عليك عندي الستيل يعني، وهم يعني قليل نخبز بيه. قليل؟ اي. اللذه بمن؟ والله بالطين اكثر يعني، بالتنور الطين ليس بتنور الستيل. اي زين. تعب هذا الشغله؟ تعب تعبه كلش، جهد يعني جهد قوي. يعني اول شيء يخمرون التراب، طين، مراحل كثيره. ايه بعدين ضفاير يسووه ملولوه، وبعدين ثلاث مراحل التنور يسوي ثلاث مراحل، لان يعني طين يشفي يوقع، فثلاث مراحل يسووه لحد ما يكملوه، بعدين من يبنوه يفخروه. تمام. ايه يعني ياخذ له وقت، فجهد يعني. كل هذا التعب بس يطلع لك الخبزة الطيبة والمشويات تشويها بالتنور المسقوف، تشوي السمك المسقوف وبهذا التنور. أبسط شيء عندك هذا الخبز مال الطين، من تخبزة خليه يبرد وخليه بالمجمدة، من طلع من المجمدة يعني ثواني، بس جيب الخبز مال الستيل. ايه. لا مو مثل ما من تخليه بالمجمدة والطلعة يتكسر. اي اكيد يتكسر. اكيد اي. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. يا مرحبا. هلا بيكم عيني. هلا بيكم ياب. مشاهدينا الكرام انتهت جولتي، وكانت جولتنا هي عن تنانير الطين. مثل ما قال ابو ابراهيم النجفي وابو ياسر وابو محمد، ابو ابراهيم النجفي هو الخلفه اللي يشتغل تنانير الطين. مثل ما قال انه هذا التراب يجيبوه من بحر النجف، الفد عده شغلات يلا يقدر يشتغل هذا التنور، التخمير والعجينه وبعدين يفخره بالنار. تنور الطين الفد نكهه خاصه بالخبز او بالمشويات. طبعا انا واحد من الناس احب تنور الطين واحب الخبز ما تنور الطين، الفت نكهه خاصه. انتظرونا في جولات اخرى وفقرات اخرى ان شاء الله، وهي عودكم زملائي لتكمله باقي فقرات صباح سامره. في امان الله.